اليوم كان افتتحوا هذا الكشك التعاوني الكيوس كوبيراتيف ديال المنتجات المحليه، واللي هو كيجي كحل من بين الحلول اللي ابتكرناها على مستوى الوكاله ديال التنميه الفلاحيه وزاره الفلاحه باش نعاونوا وندعموا التسويق ديال المنتجات المحليه في هذه الظروف ديال الجائحه ديال الكوفيد. لان كما كتعرفوا بانه هذه الجائحه كان عندها اثر سلبي على التسويق ديال المنتوجات ديال التعاونيات، بحيث ان ما بقاوش معارض، ما بقاوش تظاهرات اللي كانت كتوفر واحد الفضاء مهم للتسويق. وهنايا في هاد الكشك التعاوني، هذا هو ثاني كشك تعاوني من بعد ديال اكادير اللي كنا طلقناه هذه واحد اكثر من شهر ونص. غادي تستافد منه تقريبا 130 تعاونيه، اكثر من 650 منتوج و 13500 يعني ارتيكل منتوج اللي كاين ديال المنتوجات المحليه. وان شاء الله يعني انه هذا غادي يشكل واحد الحافز قوي لهاد التعاونيات باش يسوقوا شويه. هي التعاونيات ماشي غير من جهه الرباط تلاقني تروصف، ولكن من جميع جهات المملكه، بحيث ان جميع المنتجات المحليه ديال المغرب ممتله هنايا، وهي منتوجات ذات جوده عاليه، منتوجات ديال التعاونيات اللي استفدت يعني من المواكبه ديال وكاله التنميه الفلاحه وديال الوزاره وديال المديريه الجهويه للفلاحه، والحمد لله اللي وصلوا لهذا المستوى، مستوى كبير ديال الجوده، مستوى كبير ديال التغليف ديال المنتجات وديال منتجات اصيله. فبالتالي كنحثوا المستهلك هنا يعني اللي كيدوز من هذه البلاصه هذه، لا الناس ديال الرباط ولا ديال المدن الاخرى المجاوره للرباط ولا كاع الناس اللي دايزين في الرباط السواح، باش يقتنيوا هذه المنتوجات، لان منتوجات مهمه وغيساهموا كذلك في الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتحسين الدخل ديال هاد التعاونيات اللي هي تعاونيات ديال الفلاحه الصغار ديال الشباب وديال المراه القرويه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.